الفلاح. برنامج مباشر كيتناول قضايا الفلاحة والصيد البحري ومهني القطار. خصنا ما نجهلوش بأن الأمراض الفطرية كتسببها واحد العدد ديال الفطريات. كثير البذور ماشي سهل لحقاش أنا كنسمي مكتري البذور جنود الخفاء. مع الفلاح كيشارك فيه أطر مختصة من وزارة الفلاحة، الصيد البحري والفاعلين الميدانيين. بالنسبة لإنتاج الحبوب كما هو معروف هي سلسلة من عدة حلقات. هذه العملية ديال السلوجة اللي كانت عرفت الانطلاقة ديالها الصعيد الوطني في تادلا وفي الغرب، ولأن راه وصلت المناطق الجبلية. المنتوجات ديالنا هي الأشجار المثمرة بصفة عامة. برنامج مع الفلاح كل خميس من 4 حتى 5 ونص ديال العشية، مع الإعادة كل سبت ابتداء من 9 حتى 10 ونص ديال الصباح. مع الفلاح على إذاعتكم مدينة اف ام. مدينة اف ام، إذاعة الفلاح بامتياز. مرحبا بكم إخواني أخواتي الفلاحة في هذا اللقاء المباشر، برنامجكم مع الفلاح. هذا البرنامج اللي كنناقشوا من خلاله قضايا الفلاحة وتربية الماشية وبصفة عامة العالم القروي. حلقة سنونا لهذا اليوم ستكون نافذة، نطل من خلالها على جهة تعد من أهم الجهات المغربية، جهة لها موقع، لها مكانة، ولها إشاعة كبير على صعيد جهات المملكة. جهة تعد وجهة فلاحية بامتياز وعاصمة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني. حلقتنا لهذا اليوم نقطة ضوء نسلطها على جهة الشرق. تتوفر جهة الشرق على مؤهلات اقتصادية هامة من شأنها تحقيق تنمية شاملة ومتكاملة إذا ما تم استغلالها بشكل صحيح، حيث تتوفر الجهة على قطاعات منتجة هامة في مقدمتها القطاع الفلاحي، الذي يجعل من الجهة منطقة وازنة في الإنتاج النباتي والحيواني، خاصة بالنسبة للحوامض والخضروات ولحوم الأغنام. فقد أضحت الجهة خلال السنوات الأخيرة تمثل قطبا من أقطاب نمو الاقتصاد المغربي، وأصبحت تتواجد في قلب التوجهات الاستراتيجية للمغرب، حيث انفتحت جهة الشرق على العديد من الفرص لتتعزز قوادرها الاقتصادية والاجتماعية. وكنذكر هنا دعم جلالة الملك نصره الله الذي حظيت به مختلف القطاعات الحيوية لهذه الجهة من خلال أوراش ومشاريع تقوم بالأساس على محاور البعد الاقتصادي والاجتماعي، مشاريع كتدفع إلى تدمين مؤهلات الجهة لتتوفر على طاقات بشرية ومؤهلات فلاحية هامة. ونخص بالذكر قطب الصناعة الفلاحية ببركان كمشروع ضخم يطلع بدور مهم في مجال تتميم المنتوجات الفلاحية والتنظيم المهني والتأطير التقني للفلاحين. وهنا لا بد أن نستحضر الخطاب التاريخي الذي تفضل به صاحب الجلالة نصره الله سنة 2003 بمدينة وجدة، والذي رسم من خلاله التوجهات الرئيسية لخارطة الطريق من أجل إقلاع الجهة، والذي ترجم الإرادة الواضحة لجعل الجهة قطب تنموي مشجع للاستثمار. وقد جاء مخطط المغرب الأخضر ليؤكد هذا الاهتمام ويعزز هذه الإرادة في مجال تنمية القطاع الفلاحي بالجهة من خلال استراتيجية شاملة وهادفة مكنت الجهة من تحقيق حصيلة إيجابية في المجال الفلاحي. فأي حصيلة حققتها الجهة الشرقية في مجال التنمية الفلاحية؟ أين تتجلى مؤهلات التنمية بالجهة؟ ما هي إكراهات التنمية الفلاحية بها جهة الشرق؟ وإلى أي حد ساهم المخطط الجهوي الفلاحي في تجاوز هذه الإكراهات؟ محاور وغيرها نناقشها في هذه الحلقة بحضور ضيوفي الكرام اللي جاوا من وجدة، وكنشكرهم على الحضور ديالهم معنا. سي مسعودي كمال، رئيس مصلحة التنسيق مع الوكالة التنمية الفلاحية بالمديرية الفلاحية لجهات الشرق، والسيد رزوق محمد، رئيس قسم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الجهوية لجهات الشرق. إذن أعزائي المستمعين، دائما الرقم ديالنا هو 055-34-11-12. كل من يرغب التواصل معنا أو إشراك الضيوف ديالنا بأسئلة أو استفسارات حول هاد الجهة ديال الشرق. فتحية لفريق العمل في الإعداد الصحفي رجاء السهب، وفي استقبال مكالمتكم تجدون شاكر تازي كينتظر المكالمة ديالكم، وفي إخراج هذه الحلقة كيرافقني
سي نور الدين بركة. إذن مرحبا بكم على بركة الله الضيوف ديالنا الكرام. قبل ما نطرقوا لهذه الأسئلة اللي وضعناها كأرضية للنقاش، لابد من يعني بغينا الفلاحة ديالنا والفلاحة اللي هم ينتمون إلى جهات أخرى باش يتعرفوا على جميعا على الأحوال الرهنة ديال هذه الجهة. أمطار الخير الحمد لله عمت المنطقة، هناك مشاريع جد مهمة، هناك البشرة اللي كان لمسوها من خلال التساؤلات ديالنا لبعض الفلاحة اللي ردت لهم البسماء هذه الأمطار الخير. إذن بغينا نتعرفوا بعدا على الوضعية الرهنة ديال المنطقة. تفضل. شكرا على الاستضافة، نشكر القسم البرنامج اللي مشرف على البرنامج على الاستضافة ديالكم في هذا البرنامج اللي كانت وصلوا من خلاله مع إخواننا الفلاحة. دونك قبل ما نبدأ نتكلم على الظروف المناخية، يمكن نعطي واحد تعريف بسيط نعرف به الجهة ديال الشرق. دونك المساحة الصالحة للزراعة في جهة ديال الشرق هي 900,000 هكتار تقريبا، منها 14% مسقية. هذا 14% فيها كما كتعرفوا 65,500 هكتار اللي هي في الزراعة من الزراعات في السقي الكبير، يعني في الجهة ديال البلوية ديال البركان. فيها 43,500 هكتار من السقي المتوسط والصغير، وفيها السقي الخاص تقريبا 19,400. الجهة كتوفر تقريبا على 118,000 استغلالية اللي موجودة حسب الإحصاءات الأخيرة. بالنسبة للإنتاج في الجهة، أهم الزراعات اللي نلقاوها في جهة الشرق خصوصا يعني كما جميع الجهات، تقريبا 400,000 هكتار تقريبا مخصصة للحبوب، 110,000 هكتار ديال الزيتون، أشجار الزيتون، تقريبا 31,000 من أشجار المثمرة، 29,000 منها من اللوز، و 13,000 من الخضروات. نعم. بالنسبة للإنتاج الحيواني تقريبا 2.9 مليون رأس من الأغنام والماعز، 2.9 مليون من الأغنام، وتقريبا مليون من الماعز، إضافة إلى 130,000 تقريبا ديال الأبقار. هذو هما أهم المعطيات للجهة. نعم. فيما يخص الموسم الحالي، ولله الحمد عرفت الجهة كما جميع جهات المملكة تساقطات مهمة ومبكرة، اللي تقريبا لحد الآن وصلت تقريبا 187 مليمتر كمعدل على صعيد الجهة، واللي كيوازي زيادة تقريبا 114% على السنة الماضية اللي كانت سنة شوية صعبة على الفلاحة. هذا الشيء، هاد التساقطات خلات باننا حتى الاستعمال ديال السقي في السدود كان ما كانش بالحده اللي كان فيها في السنوات ديال الجفاف. هاد السنه رغم ان السدود، لان مرينا بسنه شويه صعيبه، السدود ما فيهمش المكافي تقريبا، ولكن هاد التساقطات الاخيره خلاتنا اننا نشرو خير، وهذا شيء مهم، ونتمنى ان الامور تتواصل وان التساقطات تعطينا موسم جيد ان شاء الله. نعم. غادي نتابعوا معك الحديث ديالنا سي رزوقي من بعد ما نذكروا بالرقم ديالنا الهاتف 0535401112. برنامجكم مع الفلاح دائما كيتواصل من خلاله هذه الحلقه ديال التواصل مع الفلاحه والكسابه ديالنا وكل المهتمين بالشان الفلاحي في المغرب. والحمد لله هذا مخطط المغرب الاخضر اعطى واحد الخريطه واضحه واعطى قيمه للفلاحه ديالنا من خلال هاد استراتيجية اللي نهجها سواء على المستوى ديال الدعم الأولى ولا الدعم الثانية. إذن غادي ننتقلوا للضيف ديالي الكريم السي مسعودي كمال، واللي غنحاولوا كذلك نسلطوا من خلالك الضوء على المشاريع اللي هي مهمة واللي عرفتها المنطقة كبعض المشاريع اللي هي هذه اللي غنبداو بها باش نطرقوا بالموضوع لأنه جد مهمة، يعني المشاريع الأفقية إذا كان ممكن، واش ممكن توضعنا في الصورة أو شكرا سي الميرود الخضر. دونك في البدايه يمكن لي الا نقدم الشكر لاذاعه مدينه اف ام وبرنامج مع الفلاح على الاستضافه. هذا البرنامج اللي غادي يخلينا كممثلين ديال وزاره الفلاحه والصيد البحري على صعيد الجهه باش نتواصلوا مع جميع الفاعلين في هذا القطاع، لا منهم بالنسبه خصوصا الفلاحين اللي كاينين في الجهه.
دونك كما ذكرتوا فان يعني المخطط الفلاحي الجهوي ما هو الا يعني برنامج يهدف الى تنزيل السياسه الفلاحيه الجديده ديال الدوله الا وهي يعني مخطط المغرب الاخضر. وكما كتعرفوا فمنذ 2008 يعني بدا الشروع في يعني تنزيل يعني المخطط المغرب الاخضر واللي يعني عطى واحد الاهميه كبيره للجهات. لان الى جينا نهضروا على الجهويه اظن فان مخطط المغرب الاخضر يعني كان سباق باش يعطي للجهويه يعني واحد يعني واحد اهتمام كبير. لانه كما كتعرفوا فان خلى يعني هذا المخططات الجهويه الفلاحيه يعني يعني خدات بعين الاعتبار المؤهلات الفلاحيه لكل جهه يعني بالنسبه لان كان يعني بالنسبه للاعداد ديالو ف يعني في جميع الاطر ديال المديريه الجهويه ولا المديريات الاقليميه ولا المكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي الملويه يعني داروا واحد يعني دياغنوستيك يعني تشخيص الوضعيه الراهنه واللي عليه يعني تبنى هذا المخطط واللي الحمد لله يعني حاليا وصلنا لواحد الانجازات اللي هي جد مهمه يعني سواء في خصوصا بالنسبه يعني المشاريع ديال الفلاحه التضامنيه اللي غادي نطرقوا لها من بعد. يعني غير باش يعني نهضروا على المخطط الفلاحي الجهوي يعني اول حاجه هي نهضروا يعني نتكلموا على يعني الدعائم ديالو. كما كتعرفوا فان يعني بين الدعائم ديال مخطط المغرب الاخضر واللي كيقوم مخطط الفلاحي الجهوي بالتنزيل ديالو جهه الشرق كاين عندنا الدعامه الاولى اللي يعني بالنسبه في جهه الشرق دعم المشاريع ديال الدعامه الاولى اللي هي كتهم يعني على الخصوص يعني سلاسل الانتاج ذات المردوديه العاليه. يعني بالنسبه لهذه الدعامه الاولى يعني جات باش تعطي واحد الدفعه قويه للمستثمرين الخواص باش يستثمروا في المجال الفلاحي وباش تكون واحد يعني مواكبه يعني الفلاحة اللي كي عنده كيقوموا ب يعني باستغلاليات ولا بالاحرى الاستغلال ديالهم عندهم سلاسل فلاحيه ذات مردوديه عاليه واللي اهمها في جهه الشرق. الى جينا نهضروا على المشاريع خصوصا ديال التجميع كاين المشاريع ديال تجميع الحوامض خصوصا في الدائره السقويه ديال ملويه واللي كانت بين انطلاقه ديالها في يعني مع بدايه المخطط واللي كانت بين مشاريع ديال التجميع يعني اللي بدينا فيها. وعلى ممكن نذكروا كذلك بعض السلاسل اللي كيهمها التجميع في الجهه كاين سلسله تجميع الحليب وكذلك سلسله يعني تجميع الشمندر السكري في الجهه. وحنا حاليا يعني كنطمحوا باش نوسعوا يعني من السلاسل اللي كيهمها مشاريع ديال التجميع باش نخدموا في سلاسل اخرى. منها اذا تكلمنا على المشاريع ديال التجميع وباعتبارها حلقه جد مهمه ضمن سلسله الانتاج فلا بد من ربطها بالاهميه ديال التنظيمات المهنيه. اعتقد الا ما كانش هذا الربط ما بين هذا العنصر البشري من خلال التنظيمات المهنيه والجميع يمكن العمليه ما غاديش تعرف ذاك النجاح اللي هو بالفعل. يعني بالنسبه للمشاريع ديال التجميع يعني الهدف ديالها هو واحد التنظيم واحد مجموعه يعني ديال الفلاحين اللي كيزاول واحد النشاط يعني في واحد النشاط معين ديال الفلاحه من زيل سلاسل الانتاج وهو يعني تنظيمهم لا من ناحيه ديال التسويق لا من ناحيه ديال يعني بالنسبه للانتاج مرورا الى التصنيع. يعني هذا هو يعني الفلسفه ديال المشاريع ديال التجميع هي يعني مشاريع اللي كتنظم يعني الفلاحه يعني حول وحده ديال التسمين. بالنسبه يعني المجمع غادي يستافد يعني غادي يستافد يكون عنده واحد الانتاج يعني متوفر في يعني في كل سنه اللي يمكن به يخدم به ديك الوحده ديال التثمين ديالو. وكذلك يعني المجمعين غادي يستافدوا يعني من الخبره اللي كيكتسبها المجمع واللي غادي يساعد بها يعني جميع هاد الفلاحه الصغار باش يتجاوزوا داك يعني الاكراه ديال التقسيم يعني الضيعات. يعني هذا هو تقريبا الهدف الاساسي ديال هذا الضمان كما تنقولوا لا ريغولاريتي ديال المارشي يعني التزويد ديال الوحده ديال الانتاج بالمنتوجات يعني التزويد ديال الوحده ديال المجمع يعني كيضمن واحد يعني
واحد الانتاج معين سنويا من اجل يعني التسويق ديال وعلى مستوى التشريع يعني لطمأنة العلاقه ما بين يعني المجمع والمجمع. الدوله رعت اعتقد انه خرقت واحد يعني مؤخرا قانون اللي هو كي يعني يربط العلاقه ما بين جوج ولضمان كذلك الحقوق ديال جميع الاطراف ولاعطاء الاهميه الكبرى لهاد يعني المنخرطين في هاد التجميع. كاين شي اضافه؟ في هذا الاطار يمكن لي نضيف جوج حوايج. دونك كما شرت خميلود ان كاين قانون التجميع اللي هو قانون مهم اللي كيربط العلاقه اللي كتربط ما بين المجمع والمجمعين، وكاين قانون اخر اللي مهم حتى هو المتعلق بالهيئات المهنيه القانون 312. هذا القانون اللي كيعطي تقريبا لكل سلسله الانتاج كيعطيها اعتراف من الدولة. هذا الاعتراف يكون بفيدرالية واحدة. دونك لحد الآن تقريبا الفيدراليات اللي تعترف بها 9 ديال الفيدراليات بمهنية في المغرب، كتهم قطاع الدواجن، السكر، الحواميد، الحليب، الحبوب، الحبوب الزيتية، اللحوم الحمراء، الأرز والمنتجات البيولوجية. وكاين ثلاثة اخرين اللي هما في طريق الاعتراف، ربما يكونوا تقريبا غادي نتابعوا معك الحديث من بعد ما نحروا هذه المكالمه. كنذكروا الرقم ديالنا 0535 40 11 12. الموضوع ديالنا حول جهه ديال الشرق، المخطط الجهوي كذلك، والتعريف بالمؤهلات ديال المنطقه. الو، مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا، اسم كريم الحسن. الله يجزاك بخير استاذ. مرحبا سي حسن. اش من منطقه؟ اش من مدينه؟ اش من عامله الزلال؟ قياده تايلس. عامله الزلال. دونك انا وياك اليوم ضياف على الجهه ديال الشرق سي حسن. نعم. هاد الناس الضيوف ديالنا راه من وجده. ديال وجده. وين داك ديالنا؟ الله يجزيك بخير. مرحبا مرحبا، تفضل. غادي ان شاء الله انتما دابا حنا بدينا كنحاولوا نقربوا جميع المناطق من خلال المنبر ديال مع الفلاح، واكيد ان شاء الله غتوصلكم النوبه. تفضل سي حسن بالسؤال ديالك. الله يرحم الوالدين سي استاذ. نعم، إذا قدرتي تنقص من الراديو ولا كان حداك باش ما يكونش عندنا الصدى. الله يجزيك بخير. تفضل. المنطقة ديالنا ما استفدناش من الدعم ديال الفلاحة. إيه. وعندنا مركز القيادة ديالنا ديال تيقل 6-5 سنين هذا ما كان اللي نصحنا ويعطينا النصيحة اش غنديروا في هذا الشيء ديال الفلاحة. نعم 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 نعم. اش من الجماعة ديالكم بالضبط؟ جماعة تاجلس. أقدز. تاجلس تاجلس. تاجلس. اه ماش من تبع البني ملال ولا ازيلال؟ لا جلال تبع مزيونه جهه ديالنا بني ملال. ازيلال عام ما فيها. باش نذكرك السي حسن انه كاين جوج البرامج مهمه اللي كنديروها في اذاعه مدينه اف ام. هو واحد البرنامج كيهمكم الدرجه الاولى وانتم الفلاحه الصغار، هو استشاره فلاحيه اللي كيكون كل صباح مع 7 وكل مع 5 دابا 5:30 كيكون واحد البرنامج خاص بكم انتم الفلاحه ديال اش خصك فلاحتي. هو عباره عن سؤال جواب اللي كنتواصلوا به عبر الاثير معكم انتم. انا نتمناك كنحيلك على استماعك هذه البرامج، وحنا من خلال هذا البرنامج ديال التواصل وهادو بطبيعه الحال هما كلهم من طرف لونكا يعني المكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه هو اللي كيهدي لهاد الفلاحه. فنتمنى من الله يعني تسمع هذا ولا خصكم شي حاجه اخرى. ان شاء الله راه الطلب ديالك مشروع ومعقول. الله يرحم الوالدين. دابا خصنا حنا اللي غينصحنا وغيعطينا اش غنديروا في الفلاحه ديالنا. مرحبا مرحبا. غادي الرساله ديالك ان شاء الله راه غتوصل من خلال المربر ديالنا لكل المسؤولين، اضافه للمجهودات اللي كيقوم بها القسم الزراعي، ونتمنوا لكم التوفيق. اذا 0535 40 11 12 هو الرقم ديالنا اللي بغاو الفلاح يتواصلوا معنا عبر اثير اذاعه مدينه في امن خلال برنامجهم مع الفلاح. اذا نتابعوا معك السي مرزوقي. شكرا. دونك كنا تكلموا على القانون المتعلق بالتنظيمات البيمهنيه اللي هذه كتهم كاع السلاسل في المغرب، يعني عندهم ولا عندهم مخاطب واحد بالنسبه للدوله حسب القانون اللي ذكرته. ونوصل في واحد السؤال انت طرحته على السي كمال يتعلق بالمواكبه ديال التنظيمات المهنيه. نعم. في مخطط المغرب الاخضر يعني في اطار ديال سير الزوقي وقف عند مخطط المغرب الاخضر. انا جاي عندك دابا من بعد ما نحرر هذه المكالمه. الو السلام عليكم. الو مرحبا بك. السلام عليكم. مرحبا بك سيدي، بارك الله فيك على هذا البرنامج. بارك الله فيك. الاسم كريم. سيدي ميلود الاخضر. الله يجازيك بخير. شوف نرحب بالساده الكرام كلهم. مرحبا. وكيهمني باش نعرف واحد يعني تعطوني استشاره فقط
انا كنسكن في الفنادق وعندي اهتمام بتربيه الماعز. مزيان. وتربيه الماعز عندي في المنطقه الشرقيه يعني قريب من مدينه بركان. مزيان. وبغيت نعرف من خلالكم كيفاش يمكن لي باش نعمل باش ندخل في التعاونيه ونشارك في التعاونيه، واش يكون هناك شي دعم، واش يكون هناك شي يعني يعطيني شي استشاره، يعطيني شي معلومات. ذكرينا باسم كريمه استاذه. انا رشيده، انا رشيده من الفنادق. رشيده من الفنادق، مرحبا بك ان شاء الله. كاين شي سؤال اخر اخت رشيده ولا هذا؟ شكرا شكرا شكرا. ومتابعينا غتلقاي الجواب بطبيعه الحال من طرف الضيوف ديالنا، وغادي ناخذوا مكالمه اخرى. الو مرحبا بك. الو الو مرحبا، اسم كريم. انا عبد الله بن فقيه بن صالح. مرحبا بالسي عبد الله والفلاحه ديالنا من الفقيه بن صالح، ونتمنوا الله فقيه بن صالح تكون روات هذا العام ان شاء الله عندكم. مزيانه كاين الشهر. كاين الحمد لله الرواق. بغيت نسولك على ديك بيسولين لانغدوك. هذا الزيتون ياك؟ الملقمه. لا بيسولين وي. واش خاصها تكون ملقمه ولا لا دي بيسولين لانغدوك؟ نعم نعم نعم. في الانتاج. نعم. تقريبا الصالح انتم عندكم واحد امتياز كبير، لانه تبارك الله كيتواجد في النواحي ديال في مراكش من اكبر يعني المعاهد ديال الابحاث في اشجار الزيتون، والباحثين ديالنا تما جد مهم. ولكن ان شاء الله السؤال ديالكم غادي نجاوبكم عليها سي عبد الله. كاين شي سؤال اخر؟ اذا تقطعت المكالمه مع السي عبد الله. نتابعوا الحديث ديالنا مع السي الرزوقي حول هاد بقيه السؤال اللي تفضلنا به. دونك نتكلموا على مواكبه ديال التنظيمات المهنيه. دونك حنا في اطار مخطط المغرب الاخضر، في اطار مواكبه المنتوجات المحليه، كاين مخطط خاص بها، مخطط المغرب الاخضر. هذا كيرمي لدعم التنظيمات المهنيه، يعني لاقتناء المعدات التقنيه، لاقتناء صناديق الجين، علب التلفيف. هذا من اجل تثمين المنتوج وتحسين ظروف التسويق. نعم. كتواكبهم المديريه من خلال الدعم التقني، من خلال اعداد دفاتر تحملات للترميز، من خلال المواكبه في المشاركه في المعارض الوطنيه والدوليه كذلك. وغيك كحصيله للترميز ديال المنتجات، يمكن نعطيك حصيله ديال الجهه الشرقيه. لحد الان رمزنا 6 ديال المنتجات محليه، اللي هي التمر ديال عزيزه في كيك، الخروف بنيكيل، الكليمونتين ديال بركان، زيت الزيتون تفرسيس، والاوراق الجافه والزيوت الاساسيه لازير، والمزاح ديال بركان. وعندنا 3 ديال المنتجات اللي هي في طريق الترميز، اللي هي عسل ديال الازير، واللي هي الترفاس ديال الصحراء، واللي هي تمر عصيان ديال فيكي. نعم. هذا في اطار مواكبه ديال تم الترميز ديالهم. يعني خداو البيع الجغرافي، استخداو 3 في الطريق. طريق. الطريق. نعم. مع الفلاح، برنامج مباشر كيتناول قضايا الفلاحه والصيد البحري ومهني القطار. خصنا ما نجهلوش بان الامراض الفطريه كتسببها واحد العدد ديال الفطريات. كثير البذور ماشي سهل، لحقاش انا كنسميه كثير البذور جنود الخفاء. مع الفلاح كيشارك فيه اطر مختصه من وزاره الفلاحه، الصيد البحري والفاعلين الميدانيين. بالنسبه لانتاج الحبوب كما هو معروف فهي سلسله من عده حلقات. هذا العمل ديال السلوجه اللي كانت عرفت الانطلاقه ديالها الصعيد الوطني في تادله وفي الغرب، ولان راه وصلت المناطق الجبليه. المنتوجات ديالنا هي الاشجار المثمره بصفه عامه. برنامج مع الفلاح كل خميس من 4 حتى ل 5 ونص ديال العشيه، مع الاعاده كل سبت ابتداء من 9 حتى ل 10 ونص ديال الصباح. مع الفلاح على اذاعتكم مدينه اف ام. مدينه اف ام، اذاعه الفلاح بامتياز. بامتياز. مرحبا من جديد اعزائي المستمعين بكم في هذا اللقاء المباشر مع الفلاح، اللي كانت درسوا من خلاله قضايا ديال تربيه المشيه وكذلك الفلاحه وسلسله النباتات وكذلك العالم القروي. والحمد لله البرنامج ديالنا هو حاضر ضمن جميع الأوسط القروية، واللي أصبح مرجع الحمد لله جد مهم لدى يعني كل المهتمين بالشأن الفلاحي بما فيهم الطلبة
ديال مديرية التكوين والتعليم والبحث وكذلك طلب المهندسين وغيرهم من البياطرة وكل المتتبعين بالشأن الفلاحي. إذن حلقة ديال اليوم هي كنحاولوا نسلط الضوء على جهة جد مهمة اللي هي جهة الجهة الفلاحية الشرق. والضيوف ديالي هما السي الرزوقي محمد رئيس قسم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الجهوية لجهة الشرق، والسي مسعودي كمال لرئيس مصلحة التنسيق مع الوكالة التنمية الفلاحية بالمديرية الفلاحية لجهة الشرق. مرحبا بهم مرة أخرى في هذا اللقاء المباشر. وقبل ما ندوز عندكم مشي عندكم معايا مكالمة أخرى غادي نحرها، ولكن لابد من ذكره بالرقم ديالنا 055-40-11-12. مرحبا بك، الاسم كريم. هذا الأخ نيلود. مرحبا. شكرا شكرا الضيوف ديال الكرام محلي براي العمال فقيم صالح. سي محلي مرحبا بك، كي داير الفقيه بن صالح؟ بركة تبارك الله الساعة. هذا هو الربيع ديال البهيمات كله موجود هذا العام ولا والو؟ الله وشكرنا الله يزيدنا على النفع. ايوا الحمد لله. دابا في العيد عندك تقول لي الحولي غالي سي محلي، الحولي خصو يكون رخيص. لا لا بدا المغاربة تيحاولوا في الطريق ماخوذهم، دابا ما خطش ماخوذهم ضروري. والله يكمل بخير على الفلاحة والكسابة. الأخ ميلي واحد السؤال. مرحبا. واحد الحشرة اللي هي مذكورة في الإذاعة في التلفازة. أييه. تكسيليلا. تكسيليلا. وانا عارف اكيد النوع ديالها واش تصيبوا الاوراق ولا الاغصان ولا الجيد. اييه هذه غير باش نجاوبك سي محلي، اذا ما عندك شي سؤال اخر هذه ان شاء الله غتكون هي الموضوع ديال الحلقه ديال الاسبوع الجاي نهار الخميس، وغادي يكونوا الضيوف ديالي هما باحثين في علم الجراثيم والبكتيريا من المعهد الزراعي، وغادي يكون حاضر معهم الدكتور حسن اشباني باش نحاولوا نوضعوا الصوره ديال كل هي كتضرب الزيتون بصفه خاصه واللي جاتنا من ايطاليا ومن مناطق اخرى، وكاين الحمد لله نظرا لليقظه ديال لونسا والباحثين ديالنا احنا الحمد لله والوسائل الاعلام غادي نتصدوا لها باش الفلاحه ديالنا يكونوا على بينه من الخطوره ديال هاد الحشره، وكذلك باش تكون واحد الاستعداد لمواجهه مثل هاد الافات اللي كتضر بالزراعه ديالنا. سي محلي. نعم. هذه انا جاوبتك عليها، كاين شي سؤال اخر؟ السؤال الثاني تنسول الاخوان هنا، حنا واحد المجموعه ديال الاصدقاء ان حاسين على شواهد التخصص في العام 86 87. وليكي كثير. اييه. وبغينا نسول الاخوان بغينا نديرو شي تعاونيه مثلا في هادشي ديال تابع الابقار، واش كاين شي دعم، واش هما الابواب اللي غنمشيو نبقوا. مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا سي محلي على السؤال ديالكم والتفاعل ديالكم مع برنامج مع الفلاح. ولا بدا ما نعاود نذكروا بالرقم ديالنا 055-40-11-12. اذا نتابعوا معك الحديث سي مسعودي على البرامج، لانه تكلمنا ولكن اعتقد من الاحسن نجاوبوا السيده بعدا اللي اتصلت بنا من الفنادق كتبحث على كيفاش يعني التنظيمات المهنيه واش موجوده عندكم في المنطقه ولا كانت عند من تمشي بمن تصل، وهذا شيء مهم انه لقاو النساء حتى هما كيتواصلوا معنا عبر الهاتف باش يسولوا على المشاريع الفلاحيه. بالنسبه للاخت رشيده اذا كانت هي في جهه بركان دونك سواء تتصل بالمكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي دونك اللي قريب منها او لا مكتب الاستشاره الفلاحيه او لا ديالنا المديريه الجهويه مرحبا بها في اي وقت. ثم كتواجدوا في بركان؟ لا احنا كتواجدوا في وجده المديريه الجهويه. نعم مديريه الجهويه. ولكن في بركان كاين مكتب الجهوي الاستثمار الفلاحي. نعم. كاين مصالح خاصه اللي غادي تستقبلها وغادي تاخذ، وحتى الى يعني ما عرفاش فين تمشي ديالنا الوجده مرحبا بها المديريه الجهويه. اي وقت نستقبلها ونعطيوها جميع المعلومات. نعم شكرا شكرا سي الرزوقي. اذا اعتقد بانه نفس السؤال واقيلا ينطبق على السي محلي باش اللي بغاو يديروا شي تعاونيه يتوجهوا لاقرب نقطه من المركز من هذا الاستشاره الفلاحيه، مكاتب ديال المراكز ديال الاستشاره الفلاحيه هي موجوده، وان تعذر الوجود هذا يتصلوا بالمكاتب. غير اضافه بالنسبه للسي محلي بالنسبه لتكوين التعاونيات مع القانون الجديد ولا ابسط من مكان. يعني ولات المساله اسهل بكثير، من قبل كان كيدار تقرير ويدار، دابا ولات المساله ربما في اسبوع ولا اسبوعين يمكن ياخذ الترخيص ديالو. دونك غير يتصل يكونوا واقيلا ثلاثه سبعه الى غيكون العدد غيكونوا شروط يعني ما بقاتش صعبه كما كانت قبل، يتصل بمكتب الاستشاره الفلاحيه او بمكتب تنميه التعاون اللي راه موجود في جميع الاقاليم ديال المغرب. إيه. ويعطيو لهم جميع المسائل اللي خاصهم بالنسبه للدعم. غنهضروا عليه في اطار السؤال اللي غادي نطرحوا لكم في نفس السياق ديال الوجده، لانه الدعم هو الحمد لله على المستوى الوطني راه هذا. اذا السي مسعودي
غير باش نرجعوا يعني هضرنا على الجميع ولكن لابد فاش كنتكلموا على الجميع لابد من نذكروا يعني ان هناك جمعيه ديال شركاء الدوله من خلال المشاريع اللي خداوها عن طريق هذوك الصفقات العموميه ديال الكراء لهذه المساحات الكبرى واللي فعلا يعني زودت السوق المغربيه والدوليه بهذه المنتوجات. نعرفوا كذلك شنو هي اللي كيتواجد عندكم في هذه المنطقه ديال الشرق. كما قلنا يعني بالنسبه لاهم مكون ديال المخطط الفلاحي الجهوي هو هي الدعامه الاولى. وكما هضرنا على الدعامه الاولى بالنسبه للجهه فعرفت يعني انطلاقه ديال مجموعه ديال المشاريع ديال التجميع اللي كتخضع لواحد قانون ديال التجميع خاص ومسطره خاصه يعني كيتم المصادقه على هاد المشاريع. وكما سبقت الاشاره يعني فالجهه عرفت يعني عده مشاريع ديال التجميع اللي انطلقت منذ 2010. كاين واحد يعني نقطه مهمه بالنسبه للدعامه الاولى كاين كما قلنا يعني الهدف ديال الدعامه الاولى هو تشجيع يعني الاستثمارات الخاصه يعني ديال الخواص في المجال الفلاحي يعني ومن بين يعني البرامج الجد يعني مهمه واللي تقريبا عطات واحد النجاح كبير هي المشاريع ديال الشراكه بين الدوله والخواص. كما كتعرفوا هذه المشاريع اللي كتهم يعني الاراضي ديال الدوله الملك الخاص ديال الدوله واللي كتطرح يعني في طلبات العروض يعني تقريبا راه حنا بدينا 2005 بدات هذه العمليه واللي لاقات واحد يعني واحد النجاح كبير بالنسبه يعني في الجهه ديال الشرق. فاحنا بالنسبه الى جينا نعطيو واحد الرقم ديال عدد ديال المشاريع فاحنا حاليا وصلين يعني حوالي يعني 80 مشروع اللي كتهم واحد المساحات مهمه واللي تقريبا نسبه الانجاز ديالها يعني جد متقدمه واللي كتهم على الخصوص يعني الحوامض وعنب المائده وكذلك يعني تربيه كاين مشاريع ديال تربيه المواشي اضافه الى كل ما يخص الخضروات يعني مشاريع جد متنوعه واللي يعني عطات واحد الانعكاس يعني ايجابي على التطور ديال المساحات اللي غادي نقدروا نطرقوا عليهم بعد واللي التطور ديال المساحات المغروسه وكذلك الانتاج. لان الى جينا نتكلموا كذلك على اهم الانجازات فيما يخص سلاسل ديال الانتاج فغادي نلقاو بانها كانت انجاز يعني كاين واحد النتائج جد ايجابيه. الى عطينا غير واحد يعني بالنسبه واحد يعني امثله على حساب يعني سلاسل الانتاج كما خلينا بعين الاعتبار الحوامض اللي كتهم واحد السلسله يعني مهمه في الجهه وعلى الخصوص بالدائره السقويه ديال الملويه فرحنا يعني حققنا يعني الهدف فيما يخص يعني يعني في المساحه يعني انه النسبه ديال الانتاج ديال الجهه اصبح جد مهم على المستوى يعني كرقم ديال النسبه على المستوى الوطني هناك مساهمه كبيره بفضل ديال المساحات تماما يعني كاين واحد يعني واحد اثر ايجابي نعم. ديال هذه المشاريع من المشاريع ديال التجميع ولا المشاريع ديال الشراكه بين الدوله والخواص يعني في تطور يعني المساحات المغروسه ولا الانتاج نعم. كاين واحد النقطه مهمه اللي نقدروا يعني نتابعوا معك السي مسعودي من بعد ما نحروا هذه المكالمه. الو السلام عليكم. الو عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا الاسم كريم. عزيز من مدينه ميسور جماعه ويضغط. مرحبا بك سي عزيز. تفضل. بغيت انا على عندنا اراضي فلاحيه اييه وما عندناش المسائل الرسميه ديال ديك الارض راك عارف يعني الوثائق ديال الارض بغيتي تقول اي الوثائق ديال الارض اييه ودابا حنا كنديروا هنا غير شهاده التصرف بغينا زعما باش الانسان يستفد من الضمانات يعني البنكيه شي حاجه اي ارض سقويه واه مزيان والماء كيكون قليل وبغينا باش الانسان يدير ابار مثلا ويدير هذا ويستفد من الاعانه ديال 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 الدوله. نعم 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 ذكرني بهذه الجماعه سي عزيز. جماعه ويزغن ويزغن ويزغت 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 عملات ميسور حنا الدوار الدوار العفشانه ميسور معروف بالبطاطا الزيتون هو تقريبا كاين الزيتون وكاين اعتقد البطاطا ديال نعم الميس اي من ديك الناحيه ديال الاخر ولكن كاين الزيتون وحنا المنطقه ديالنا كنغرسوا فيها الزيتون واللوز والخوخ المشمش. نعم نعم تبارك الله شكرا على سي عزيز على التفاعل ديالك معنا مع برنامج مع الفلاح. إذن قبل ما نخوض في الحديث ديالنا حول الموضوع اش من نصيحه اللي ننصحوا بها سي عزيز هو دابا كيتسال على
طبيعة الحال طبيعة الوثائق هذيك ضرورية أعتقد. لا هذيك شهادة التصرف تهي وثيقة معترف بها يعني إذا كان غادي يحط الملف ديالو ديال الإعانة يعني غادي يحط شهادة التصرف يعني غادي يمشي مقبولة. غادي يمشي للشباك الوحيد في المديرية الإقليمية اللي تابع لها وهي أعتقد ديال 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 بولمان اللي كاينة في ميسور أصلا غادي يمشي وغادي يقولوا له ها هما الملف باش غادي يكون ومنهم إلا كان أرض جماعية غادي ياخذ شهادة التصرف اللي غياخذها هي شهادة إدارية ديال التصرف غير خصو يكون من 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 ذوي الحقوق. نعم إذا كانت هذه جماعة سلالية إذا كانت جماعة سلالية إذا كانت مهمة الطبيعة ديال الأرض الأخرى بطبيعة الحال كل أرض الشروط ديالها استفادة كل طبيعة الأرض وعندها شنو هما الشروط ديالها دونك نعم ما حتى واحد ما هو محروم يعني من هذا من هذا من هذا المساله. وبالنسبه للحصول على ديك الترخيص ديال الاثقاب المائيه هذاك هذاك نظن خصو يمشي من الحوض المائي. الحوض المائي هو الحوض المائي ربما حتى هما ما نظن انه معنا في حوض ملويه. نعم وغادي خصو يمشي لاقرب شباك ديال الحوض المائي باش يطلب نعم. يطلب الترخيص الوثائق اللي خصو باش يعمر الملف ديالو. فوالا غادي يمشي يطلب وغادي ياخذ. انا السؤال اللي كان خصني نطرح على السي عزيز لانه كان مؤخرا المغرب عرف واحد يعني سجل الوطني الفلاحي اللي عرف يعني تسجيل جميع الفلاحة على المستوى الوطني. ما عرفش انا السي عزيز واش تسجل في السجل الوطني الفلاحي ولا لا لان هذاك غادي يعطي واحد قفزة نوعية جد مهمة كهوية الفلاحة ديالنا وبالتالي غتكون واحد المنظومة رائعة باش يتعامل الفلاحة ديالنا مع السجل الوطني الفلاحي وغادي نسهلوا هاد المسائل هادو يعني دعم. بكل بساطة الفلاح غتكون عنده واحد البطاقة ديال الفلاح غنعرفوا بها جميع المسائل اللي تخصو الأرض دعم. ديالو فين كاينه شحال المساحة شحال عنده ديال القطيع إلا عنده قطيع فين المنطقة اللي كاين وبالتالي غتسهل علينا وعليه هو التواصل والحصول على جميع الحالات الممكنه. ونتمنوا الفلاحه ديالنا حتى اللي ما تسجلوش في السجل الوطني الفلاحي يعاودوا يداركوا ويتصلوا بالسلطات المحليه او المكاتب الجهه والاستثمار الفلاحيه باش يداركوا يتسجلوا في هذا السجل الوطني الفلاحي انه وثيقه الهويه ديال الفلاحه ديالنا ان شاء الله تعالى باش يحققوا جميع الاهداف ديالهم من خلال الاستثمار ديالهم. السي المسعودي نبقاو دائما معك في ذاك لو بلاطو ريش ديفيرسيفي بالنسبه للريجون ديال الشرق من خلال المنتوجات اللي وجدتوها لنا ديال هاد الاراضي شركاء الدوله ديال كما قلنا بالنسبه يعني الدعم الاولى كاين واحد يعني واحد يعني من المشاريع يعني المهمه اللي جات بها هي كما ذكرنا هي المشاريع ديال الشراكه يعني بين الدوله والخواص واللي هي مازال يعني من 2005 وتم يعني انطلاقه ديالها وتقريبا راه كل مره تنامي مستمر فوالا يعني كاين كل مره طلبات العروض اللي كيتم الاعلان ديالها وكاين يعني واحد يعني واحد الاقبال كبير من طرف يعني المستثمرين يعني خصوصا في القطاع الفلاحي واللي كاين يعني هذه المشاريع يعني بالنسبه للجهه كان عندها واحد الاثر يعني جد ايجابي يعني في تطوير يعني سلاسل الانتاج ويعني في الرفع يعني من الانتاجيه والانتاج يعني في الجهه يعني بالنسبه هادو هما تقريبا يعني اهم يعني الخطوط نعم. ديال الدعم الاولى واللي هي يعني ركيزه اساسيه في المخطط الفلاحي الجهوي. نعم هذا كله بطبيعه الحال عنده واحد ارتباط وثيق وجد مهم مع الدعامه الثانيه اللي احنا اللي كنتمنوا ان شاء الله من هذا تحقيق النتائج ديال المخطط المغرب الاخضر على المستوى الوطني هي باش ان شاء الله كل المنخرطين في الدعامه الثانيه ينتقلوا في المستقبل للدعامه الاولى باش هما براسهم يكونوا مجمعين. فما فيها بس نتعرفوا على الانشطه ولا تبارك الله عدد ديال التعاونيات والاستراتيجيه ديالكم التعامل مع الدعامه الثانيه على مستوى الجهه. بالنسبه للدعامه الثانيه اللي هي نقدر نسميها الفلاحه التضامنيه تماما هي الفلاحه اللي خاصه بالفلاح الصغير. زوين هذه الكلمه ديال التضامنيه وكتعجبني خصوصا فاش كيكون الفلاحه ديالنا ديك الكسعه ديك السوق كلشي كيتضامن وحقيقه هي تضامنيه يعني حتى في الفلسفه ديالها كيفاش كتبدا نتعاونوا المشروع يعني ديال الفلاحه التضامنيه كيبدا بهذه الطريقه هو ان تكون جمعيه او تعاونيه هي اللي كتقدم الطلب للمديريه الاقليميه او للمديريه الجهويه او للمكتب الاستثمار الفلاحي للحصول على مشروع. نعم الا ما كانش الطالب جاي من الفلاحه ما يمكنش حنا يعني ندخل دونك هاد المشاريع كتهم الفلاح اللي عنده من 5 هكتارات لتحت يعني كل فلاح كيستغل استغلاليات الصغار الا كانت في الانتاج النباتي بالطبع. الا بغينا نعطيو الحصيله يعني ديال المشاريع اللي حتى الان اللي كاينه في الجهه
تقريبا من 2010 حتى 2016 كاين 60 مشروع اللي انطلقات باستثمار ديال 1.3 مليار درهم لفائده 45400 مستفيد من الفلاح. هذه المشاريع همت مجموعه من السلاسل، يعني همت الزيتون بالاساس تقريبا 23 مشروع، في المرتبه الثانيه كاين اللوز 15 مشروع، كاين اللحوم الحمراء بتسعة المشاريع، وكاين مشاريع ثلاثه المشاريع تربيه النحل والخروب، وبدينا في مشاريع جديده اللي هي ديال الصبار اللي بديناها في 2016، وكاين مشروع ديال الترفاس، التمور، الزعرور، الحليب، ومشروع مندمج. دونك هادو هما تقريبا الحصيله. الزعرور غير باش يعرفوا الكسبه ديالنا هو المزح، الفلاحه ديالنا هو المزح. هاد 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 المشاريع 60 عطاتنا تقريبا الغرس ديال 33500 هكتار من الاشجار المثمره، اللي منها 24600 ديال الزيتون. وهاد كاين تهيئه ديال المراعي، لان كاين مشاريع ديال الاخر، وهي منطقه غير باش ربما نسيت نذكرها في الاول، بان منطقه ديال الرعي عندنا تقريبا 5 مليون ديال الهكتار ديال المساحه ديال المراعي في الهضاب العليا. دونك كاين 7300 هكتار اللي تجهزات بالنسبه للمراعي. كاين تهيئه نقاط الماء 48 نقطه ماء اللي تجهزات، وكاين 6400 هكتار تجهزات بالري الصغير المتوسط. في الاخير كاين وحدات التسمين، كاين 17 وحده التسمين اللي كانت في اطار ديال هذه المشاريع ديال الدعم الثانيه، ولكن هذه الوحدات التسمين في الغالب كانت كاين وحده منهم اللي تخص بالزيت، كانت في مشروع ديال الشراكه مع الولايات المتحده الامريكيه ميليوم شانج، وكاين تجهيز ديال مجموعه ديال الوحدات ديال التسمين ديال الخرفان. وحنا في هاد 2017 يعني رحنا بدينا في 25 مشروع جديد في هاد السنه هذه، وربما غادي نوصلوا 27 ان نزلنا جوج مشاريع تبارك الله. 27 مشروع، هاد المشاريع اللي ديال 2017 كتهم غراسه 4300 هكتار من الاشجار المثمره، فيها 2500 ديال اللوز، 1680 ديال الزيتون، و150 ديال الخروب، ومشروعين مهمين حنا كنعتبروهم ديال الصبار اللي فيهم 2690 هكتار من الصبار. حنا كنحاولوا ندخلوا هذا، وكاين ثلاث مشاريع ديال تنميه السلول سلسله اللحوم الحمراء، وكاين تنميه النحل مشروعين، ومشروع ديال تنميه سلسله الكمون في اقليم في نعم. تقريبا هذه هي الحصيله، وهذو هما المشاريع اللي عندنا، وكاين عندنا الاستمراريه في المشاريع اللي مازال ما كملاش، لان هذوك 60 مشروع اللي تكلمنا عليهم كاين منهم مشاريع اللي باقيه في طور الانتاج، منها 28 مشروع اللي 49 مشروع اللي هي مازال في طور الانتاج وفي طور الانجاز، وفيهم في هذه المشاريع غادي نبداو واحد المرحله مهمه مخطط المغرب الاخضر، هي غادي نبداو بالتسمين. وحده التسمين كاين بزاف المشاريع حنا عندنا في الجهه ان شاء الله. نعم. في هذه السنه غادي ننطلقوا في واحد العدد ديال الوحدات التسمين. نعم. اللي غادي انشاء ديالها فيما يخص سلسله الزيتون، فيما يخص سلسله اللوز، وفيما يخص سلسله الحليب. نعم. إذن ارقام واعده وجد مهمه، والمنطقه الحمد لله كتعرف واحد اقبال على المشاريع، وهذا بطبيعه الحال فضل حتى ديال النساء ديالها والرجال ديالها اللي كي عندهم الرغبه في الانخراط ديال التنظيمات المهنيه باش يحققوا الاهداف ديالهم. طبيعه الاهداف هي اهداف جد مهمه ونبيله، واللي كتضمن الكرامه ديال الفلاح المغربي، الكرامه ديال الفلاحه المغربيه. لابد احنا كنتكلموا على هاد الفلاحه التضامنيه، ما نوجهوا التحيه ديالنا للمراه القرويه اللي كتواجد داخل هذه الجهه، نظرا يعني المساهمه ديالها في تحقيق رفع الانتاجيه داخل هذه المنتوجات المجاليه. باردون، او المنتوجات المحليه. تكلمتي على الزيتون، هو الزيتون، هناك زيت اللوز اللي هو من الخصوصيات ديال المنطقه، وهنا احنا كان دائما هذا الشيء كله ما يمكن لنا الحمد لله الانتاج. دابا عرف
واحد التحقيق ديالو كثير، ولكن في المحور الاخير هو اللي غادي نناقشوه معكم حول التثمين والتسويق، كيفاش الاستراتيجيه ديالكم في مجال تسويق هذه المنتوجات، علما بانه كما تفضل السيد مسعودي تكلم على مساحات كبيره زادت واللي كتعرف انتاج جيد وعنده انعكاس ايجابي على السوق الداخلي والدولي، وغادي نتكلموا كذلك على القطب ديال بركان، القطب الفلاحي اللي فعلا كان تتويج مهم بالنسبه للمنتوجات بصفه عامه، وحنا كنعرفوا بانه الليمون المندرين ديال بركان والبطاطا ديال بركان هي كتصدر الحمد لله لاوروبا، وبالتالي لابد من مؤسسات تكون قريبه من الكسابه ديالنا والفلاحه ديالنا ودوك لي ستاسيون دومبالاج. مع الفلاح، برنامج مباشر كيتناول قضايا الفلاحة والصيد البحري ومهنيي القطار. خصنا ما نجهلوش بأن الأمراض الفطرية كتسببها واحد العدد ديال الفطريات. كثير البذور ماشي سهل، لحقاش أنا كنسميهم كثير البذور جنود الخفاء. مع الفلاح كيشارك فيه أطر مختصة من وزارة الفلاحة، الصيد البحري والفاعلين الميدانيين. بالنسبة لإنتاج الحبوب كما هو معروف هي سلسلة من عدة حلقات. هذه العملية ديال السلوجة اللي كانت عرفت الانطلاقه ديالها الصعيد الوطني في تادله وفي الغرب، ولان راه وصلت المناطق الجبليه. المنتوجات ديالنا هي الاشجار المثمره بصفه عامه. برنامج مع الفلاح كل خميس من الرابع حتى الخمسه ونص ديال العشيه، مع الاعاده كل سبت ابتداء من 9 حتى 10:30 ديال الصباح، مع الفلاح على اذاعتكم مدينه اف ام. مدينه اف ام، اذاعه الفلاح بامتياز. مرحبا بكم من جديد اخواني الفلاحه في برنامجكم مع الفلاح مباشره عبر اثير اذاعه مدينه اف ام، وضيوفي ضيف الحلقه السي مسعودي كمال، رئيس مصلحه التنسيق مع الوكاله التنميه الفلاحيه بالمديريه الفلاحيه لجهه الشرق، والسي رزوقي محمد، رئيس قسم سلاسل الانتاج الفلاحي بالمديريه الجهويه لجهه الشرق. إذن مرحبا بكم من جديد ضيوفي الكرام. بطبيعة الحال هذه الجهة اللي هي موضوع النقاش ديالنا اليوم هي جد مهمة، وتعرفنا من خلالكم على الأهمية ديال المشاريع اللي هي يعني كتحقق من خلال سواء الدعم الأولى للمخطط المغرب الأخضر أو المشاريع ديال الفلاحة التضامنية ديال الدعمة الثانية. فقط قبل ما نتابع معك الحديث حول هذا الموضوع، شنو هي الوتيرة ديال التحقيق السي مسعودي ديال هذه المشاريع؟ يعني هو هل المشاريع فاش كتحط، يعني شنو هي المدة اللي ممكن تكلموا عليها باش يمكن لنا تعرف النور هذه المشاريع هذه؟ غير قبل ما نجاوبك على هذا السؤال، غير اسمح لي باش نعطي واحد يعني التعريف ديال الدعامة الثانية ولا الفلاحة التضامنية. نعم. بالنسبة للإخوة الفلاحة، لأن بالنسبة كما إذا قلنا الدعامة الأولى فهي تشجيع ديال الاستثمار ديال الخواص. نعم. فإن الدعامة الثانية والفلاحة التضامنية هي تدخل مباشر ديال الدولة. يعني الدولة عبر هي اللي كتقوم عبر يعني المديريات الجهوية والإقليمية، كذلك المكتب الجهوي اللي كتشرف على هذه المشاريع. كما قلنا يعني 60 مشروع اللي تم الانطلاقه ديالو، فهنا الى عطينا غير مثال ديال المشاريع ديال الغرس، واللي هي الاغلبيه في المشاريع اللي همت يعني كما قال سي رزوق، همت يعني غير سلاسل على الخصوص سلاسل ديال الزيتون وديال اللوز. فالمديريات الاقليميه كتشرف على يعني عمليه الغرس والمواكبه ديال هاد يعني المشاريع لمده سنتين، ويتم يعني من بعد يعني التسليم ديالها يعني التنظيمات المهنيه اللي من بعد هي اللي غادي تاخذ يعني المشاريع ديال هاد المشاريع. فيما يخص يعني الوتيره، فهاد 60 ديال المشروع الى جينا نعطيو غير بعض الارقام، فبدينا 7 ديال المشاريع يعني في 2010، بالنسبه مرينا من بعد 10 المشاريع 6 المشاريع، ولكن الى عطينا غير اشاره ديال السنه الفارطه فتم اعطى انطلاقه 21 مشروع. هاد 21 مشروع اللي همت يعني جميع اقاليم الجهه، وعلى الخصوص يعني المناطق الحدوديه كما كتعرفوا، يعني تعطى في السنه الفارطه واحد يعني اهتمام خاص لهذه المناطق، وانجاز يعني واحد المشاريع جد مهمه، واللي حتى المده الزمنيه ديالها يعني يعني حاولنا باش ننجزوها يعني في اقرب الاجال، يعني باش نمكنوا يعني جميع الفلاحه من الاستفاده يعني بهذه المشاريع ديال الدعامه الثانيه. دونك هادو يعني على الخلاصه يعني التسلسل الزمني ديال تنزيل هذه المشاريع، واللي هي مازال في طور الانجاز، وكاين يعني مشاريع يعني جديده اللي غادي رحنا خدامين عليها
ديجا بعدا غير الصباح كنا في قرسيف يعني في واحد المصادقه على يعني مشاريع يعني هاد المشاريع ديال الفلاحه التضامنيه يعني كتعرف واحد الديناميكيه يعني واحد التجاوب كبير من طرف جميع الفلاحه في الجهه. ولا عطينا غير واحد المثال يعني واحد يعني بالنسبه للاهداف ديال المشاريع الدعامه الثانيه فاحنا وصلنا لها في 2015 الى جينا نعطيو غير بالنسبه يعني في المخطط الفلاحي الجهوي كان من المرتقب باش يعني في 2020 نجزو 19 ديال المشروع. حنا دابا في 2016 نجزنا 60 وعندنا واحد عدد كبير من 25 مشروع اللي غادي يتزاد في 2017 اللي حنا في غادي نعطيو انطلاقه ديالهم ان شاء الله مقربا قريبا واللي يعني بلغت الاستثمار ديال هاد 60 مشروع 1.3 مليار ديال الدرهم. يعني هذه استثمارات مهمه اللي خصها يعني الدوله باش النهوض بالقطاع ديال فلاحة تضامنية ولا يعني باش نحاولوا نرفعوا من المدخول ديال الفلاح الصغير. نعم. يعني هذه هي تقريبا اهم انجازات ديال الدعامة الثانية. نعم. اذا نمشيو شوية للقطب الفلاحي اللي هو كيتواجد في الناحية ديال بركان واللي فعلا عرف قفزة نوعية مثل هذه الاقطاب لانه نظر الأهمية ديالهم سواء هذه الاقطاب ديال الجودة اللي كتواجد فيها ويعني هذوك الناس اللي كيبغيو يديروا التصدير كانوا كيحتاجوا ديك الشهاده ديال الصحيه فبالتالي اصبح كل شيء هادشي كيتواجد عندهم. لكن ممكن سير الزوق نتكلموا شويه على هذا القطب. بالنسبه للقطب الفلاحي ديال بركان هذا القطب هذا اللي تعطى التدشين ديال المصارف صاحب جلاله في 2013 هذا فيه يعني الاهداف ديالو هو تجميع ديال الفلاحه ديال المنطقه يعني تسويق تتمين وتوزيع ديال 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 المنتجات. هذا المشروع فيه مجموعه من المناطق، فيه منطقه للتتمين، منطقه للصناعه الغذائيه والتحويل التحويليه، منطقه لوجستيكيه، ومنطقه للخدمات، وفيه القطب ديال الجوده. نعم. تكلمت عليه وهذا القطب ديال الجوده فيه مجموعه من 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 المصالح اللي تابعه لوزاره الفلاحه اللي كتختص في هذه المساله. ناخذ واحد المكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم استاذ. مرحبا بك، الاسم كان سعيده من مكناس. مرحبا بلاله سعيده. كنشكرك انت وكنشكر الاستاذ اللي معك والله يجازيكم بألف خير ان شاء الله. الله يبارك لكم في العمل ديالكم. استاذ السؤال ديالي هي انا بغيت ان شاء الله نولي مهندسه فلاحيه ولكن الخطورات زعما زعما شنو نتبع شنو واخا تمشي عند المؤسسه اللي هنا كاينه في مكناس يعني ما تلقاش شي سؤال مضبوط. شنو المستوى الدراسي ديالك سعيده؟ عندي الباك. عندك الباك؟ هنا في الناحيه ديال مكناس كاينه المدرسه الوطنيه للفلاحه راه هي من اقدم اللي في الحاج قدور ولا هذا هي من اقدم المدارس الفلاحيه ديال التعليم العالي المهني الفلاحي. وكذلك كاين عندك امكانيه باش تسولي في جنان بن عليمه على جوج المدارس من اهم المدارس على المستوى الوطني اللي هي لورتيكلتشر وكاينه ديال المدرسه ديال الطبوغرافيا اللي هادو بطبيعه الحال تابعين للمديريه ديال التعليم والتكوين الفلاحي وهادو كلهم مدارس يعني كتعطي الافاق الولوج الى سوق الشغل سواء في المجال الفلاحي وهذا. ولكن ممكن ثاني كذلك كما داروا بعض الشباب ديالنا اللي خذوا تقنيين متخصصين او مهندسين فلاحيين داروا تشغيل مقاولات وداروا التشغيل الذاتي وتبارك الله راهما ناجحين من خلال مكاتب الدراسات ومن خلال كذلك يعني هاد المستشارين الفلاحيين. اذا بقى معي مكالمه اخرى اعتقد. الو 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 معك علي من الغرب. مرحبا بالسي علي ومرحبا بالفلاحه ديالنا بالغرب. تفضل السي علي. تنحييكم على البرنامج اللي تيهتم بالفلاح. يا سيدي مرحبا. وتنتمنى ان شاء الله هذا المشروع اللي انطلق في المنطقه الشرقيه يعم جميع الجهات المغربيه. ان شاء الله ان شاء الله. سي علي اسمح لي نسولك شمن جماعه انت قرويه بالضبط؟ احنا في جماعه القصيبيه. سيدي حيا. سيدي حيا الغرب. نعم 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 تبارك الله. تفضل. كان الموضوع اللي بغيت نركز عليه هو مساله التسويق. اي تماما.
تسويق المنتوج، والمنتوج ماشي أي منتوج، جميع المنتوجات الفلاحية. نعم نعم. بدون استثناء. نعم فعلا. بغض النظر على الناس اللي مختصة في التصدير، هذوك عندهم ربما أجهزة خاصة إلى آخره. وإمكانات خاصة وهذا. وإمكانات، لكن الفلاح البسيط والمتوسط يعاني الأمرين من حيث هذه المسألة ديال تصريف المنتوج ديال. علاش؟ علاش؟ لأنه تخدم تقريبا الموسم كامل، وفي آخر لحظة من البضاعة ديالو ما تلقاش الطرق باش يعني يسوقها أحسن تسويق، ويحصل على يعني نتيجة اللي تخليه عاود يكون عنده، لا بغينا نقولوا باش يستفد من المدخول ديالو ويحسن الدخل ديالو. هذا اللي كتقصد بها السي علي، الدخل ديالو ويبقى متحمس على انه يزيد يطور القطاع السنه المقبله او المقبله. داك شكرا السي علي. احنا لقينا مشكل عندنا تعاونيه هنا ديال العسل، ايه النحل، لقينا مشكله اول حاجه في محاربه الغش. ناس تيستعملوا السكر سانده في تيشول السمعه لدوك الناس اللي مزيانين، دوك المنتجين المزيانين. لا حتى المستهلك ما بقاش تايق في الناس مربي النحل، يقول لك هذا العسل ماشي حر. حر ماشي حر، تمام. هذه من ناحيه ما بقاتش هاد اللجنه، ربما تناشد انا الجهات المختصه تفعل هاد الناس المراقبه ديال المنتجات. نعم نعم نعم. يتحركوا، لانه انا ما اظن منذ تقريبا التسعينات ولا واش العسل تيتساراو به الناس في الزماقي. نعم نعم نعم. عرفنا هذا فيني هي يعني السي علي اسمح لي نسولك، وانت كتهضر على العسل، وحنا كنعرفوا المنطقه ديال القصيبيه هي غنيه بالكاليبتوس، والكاليبتوس هو واحد المنتوج ديالو العسل ديالو تبارك الله اللي عنده فوائد كثيره على الصحه البشريه. فكيدير هذا العام يعني هذا الشتاء مع تبارك الله، واش فاتكم شويه؟ الحمد لله هذا العام يعني الموسم يبشر ان شاء الله بنتائج جد مهمه ان شاء الله. وبالنسبه للفلوريزون الازهار كاين مزيان؟ لا كاينه موجوده الحمد لله، لله. كاينه الحمد لله، وحتى النحل يعني محرك مزيان. اي والله يكمل بخير عليكم وعلى الكسابه والمربي النحل تاهما، ان كنعرفوا تاهما كيساهموا الفلاح يعني. نعم الفلاح نعم. ومربي النحل تنخدم الطماطم يعني تنوجه الانتاج ديال الانتاج. كدير ديك البزوليه ولا الاخرى المدوره ديال الوزينات؟ ديال الوزينات لوكوس وديال المكناس. مزيان الله يكمل بخير، الله يكمل بخير. اللهم امين. وشكرا، حنا كنفتخروا بكم الفلاحه ديالنا اللي كيتواصلوا باش كيقلبوا على المعلومه الفلاحيه وكيعطيو بعض الاقتراحات والحلول للمسؤولين. واكيد بان الرساله ديالك السي علي راه رساله ان شاء الله غتوصل لجميع المسؤولين، وهذا راه داخل في الاهتمامات ديال مخطط المغرب الاخضر. شكرا على التواصل السي علي، وغادي نتابعوا الحديث ديالنا مع الضيوف ديالنا الكرام اللي هو المحور الاخير من هذه الحلقه. نكمل غير بالنسبه لقطب الجوده، يعني في قطب الفلاحي ديال البركان. دونك هذا قطب الجوده فيه مؤسسات الدوله اللي كتعمل في هذا الجانب هذا ديال الجوده، نخصوا بهم الذكر المكتب البحث الزراعي، كاين مصلحه تما، كاين مكتب السلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه، وكاين المؤسسه المستقله لمراقبه الصادرات، وكلهم عندهم تما عندهم مختبرات اللي كيعاونوا الفلاحه خصوصا في هذه المساله ديال التصدير. نعم نعم. واذا بغيت نتكلموا حتى على هذه المساله ديال التسويق. نعم. كما جاء على هذا التساؤل ديال المستمع الكريم السي علي من القصيبيه. السي علي، بالنسبه للتسويق الدوله كدير مجهود كبير. نعم. يعني في المواكبه ديال التسويق، سواء المواكبه ديال الجمعيات والتعاونيات كما قلت من خلال يعني الإعانة ديالهم في المشاركة في المعارض الوطنية والجهوية اللي كتقام، يعني راه على طول السنة الآن عندنا معارض جهوية في جميع المناطق كيشاركوا فيهم تعاونيات خصوصا التعاونيات اللي كتعمل معهم المديرية الجهوية، وهاد التعاونيات يعني ندعوهم أنهم يكون عندهم هذيك الشهادة ديال السلامة الصحية. ما يمكنش يسوق شي واحد شي منتوج اللي ما عندوش الشهادة ديال السلامة الصحية، اللي ما عرفش الهوية ديالها. يعني حتى المواطنين خصهم يكونوا واعيين بهذه المساله، يعني خصهم يشريوا منتوج اللي عنده معايير
وهذه المعايير ما يمكن يضمنها الا الشهاده اللي كتسلم لهم المكتب مكتب الشهاده. وبالنسبه للتسويق بالنسبه للصناعات يعني وبالنسبه الدوله دايره شراكات دوليه يعني مع الولايات المتحده مع الاتحاد الاوروبي الشراكات مع الدول مع تركيا مع روسيا مؤخرا مع زياره صاحب الجلاله مع الدول الافريقيه. هذا الشيء كله المساعده ديال التسويق ديال المنتوج كاين مجهود يعني كيدار والحمد لله ونتمنى ان الخير يكون في سعودي. غير باش في نفس السياق باش تجاوب سؤال واحد اعتقد بانه الجميع هو حل من الحلول ديال التسويق فكيفاش يمكن لينا يعني نقنعوا هاد الفلاحه باش يجيو تماما يعني كما قلت لك يعني المخطط يعني الفلاحي الجهوي يعني في الفلسفه ديالو جا باش يلقى الحلول يعني الجميع يعني الفلاحة المتدخلين يعني مثل لهم الفلاحة الكبار الصغار يعني بالنسبة فيما يخص يعني هذا التسويق ديال المنتوجات كما قلتوا فإن الجميع يعني الهدف دياله يعني الأساسي هو تمكين ديال الفلاحة الصغار يعني من تحسين الجودة والولوج يعني عبر هاد المجمعين اللي عندهم كما قلنا واحد خبرة تقنية إلى الأسواق يعني سواء السوق الوطنية ولا الدولية يعني بالنسبة لهذا يعني المشاريع يعني ديال التجميع يعني خدات يعني كتاخذ بعين الاعتبار يعني المشكله ديال التسويق واللي كتعطيها اهميه قصوى يعني كما قلنا الفلاحه ديال الصغار الفلاحه الصغار اللي عندهم مساحات صغيره واللي ما يمكنش بهاد المساحات الصغيره والانتاج ديالهم يولجوا يعني بالنسبه لبعض الاسواق يعني الخيرات ديالهم في المشاريع ديال التجميع يعني غادي يمكنهم يعني اولا تحسين ديال الجوده لان الاستفاده بالخبره اللي التقنيه اللي كيعرفها المجمعين والنقطه الاساسيه هي الولوج الى يعني عبر هذا يعني عن طريق هذا المجمعين الى الاسواق يعني كما قلنا الدوليه وكما كتعرفوا فان بلادنا كتربطها يعني عده اتفاقيات دوليه بالنسبه يعني للتسويق. نعم شكرا على هذا الجواب. فقط حنا كنتكلموا على جهه الشرق ولابد ما نذكروا بانه الموارد المائيه ديالها لانه كيمثل نهر ملويه اهم مجرى مائي في المنطقه الى جانب وديان اخرى اقل اهميه كمنها كواد زا اسلي كيس وانكور وكتعتمد الجهه على مجموعه من السدود لتخزين المياه والعمل على اعاده توزيعها بشكل ملائم وهذا الشيء الهدف وتوفير الماء الصالح للشرب والماء للاستعمال الصناعي كما كتستعمل مياه هذه السدود للري وتوفير الطاقه. واهم هذه السدود كنذكروا سد مشرع حمادي سد الحسن الثاني وسد محمد الخامس وهناك مشروع اللي كتقوم به الدولة المغربية في أنحاء تراب المملكة وعلى بالخو هناك كذلك حصة اللي كتمشي ديال تحويل نمط ديال السقي يعني باش نقتصدوا على الماء والترشيد ديال الماء. فما هي المساحة اللي غتستفد منها الجهة وما هي كذلك المشاريع المقبلة عندكم؟ كما يعني تم الإشارة ليه في الأول يعني كما قلنا المخطط الفلاحي الجهوي من بين الركيزة الثالثة دياله هي المشاريع الأفقية يعني المشاريع الأفقية هي اللي كتهم مشاريع ديال البنية التحتية والمشاريع ديال الري ويعني ومشروع ديال القطب الفلاحي لبركان هو من بين المشاريع كما قلنا الأفقية المهمة كما جاء الذكر ديالكم. فمن بين أهم المشاريع يعني الأفقية اللي عرفتها اللي كتعرفها الجهة هو البرنامج الوطني اقتصاد ماء الري يعني هذا برنامج مهم اللي كيهم 51200 هكتار منها 37000 هكتار تحويل فردي واللي عرفت يعني واحد إنجاز جد مهم خصوصا مع الإعانات اللي كتعطيها الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية. وكاين مشاريع ديال التحويل الجماعي اللي كتهم 14200 هكتار واللي كتهم على الخصوص الدائره السقويه ديال المنويه. فيما يخص الانجاز يعني ديال هذا البرنامج فهو يعني عرف واحد انجاز مهم نقدروا نعطيو واحد نسبه انجاز اللي كتفوق 65%. دونك هذا بالنسبه يعني المشروع الافقي اللي كيهم بالبرنامج الوطني اقتصاد الماء الري. وكما جاء الذكر ديالكم فهضرتوا على مشروع على سد مشرع حمادي يعني هذا ما يخليناش يعني اللي كيخلينا باش نذكروا واحد المشروع مهم اللي عطى انطلاقه ديالو صاحب الجلاله في 25 يونيو 2013 واللي هو مشروع الاعداد الفلاحي لدائره تفرطه باقليم توريت. هذا المشروع اللي كيهم يعني مد قنوات الري من قنوات المياه من السد على وادزا على طول 25 كيلومتر
اللي سقي حوالي 1330 هكتار. يعني هذا من بين المشاريع المهمة اللي كتعرفها يعني الجهة واللي كيعرف استثمارات مهمة واللي الإنجاز دياله يعني هو في مراحل الأخيرة من إنجاز واللي غادي إن شاء الله ندوزو الاستغلال دياله في متم هذه السنة أو بداية سنة 2018. وبالنسبة يعني المشاريع يعني الأفقية اللي يمكن نتكلم عليها كاين برنامج تهيئات وإعداد الأحواض الصغيرة والمتوسطة واللي عرفت واحد المساحة مهمة اللي كتروح 6000 هكتار دون يعني الإغفال ديال برنامج ديال تهيئات يعني المسالك القروية. وكذلك كاين واحد البرنامج مهم اللي هو يعني البرنامج ديال تنمية المراعي وضبط الترحال. هذا يعني برنامج وطني واللي خدات يعني الجهة ديال الشرق يعني نصيب مهم يعني في الإنجاز ديالو. ميزانية مهمة واللي كترم على الخصوص يعني تنمية المراعي وتنمية يعني قطاع تربية المواشي في هذا المناطق. شكرا سي مسعودي. باقي شي إضافة سي الزق؟ إضافة اللي يمكن نزيدوها في هذا المشاريع الأفقية نتكلموا شوية على التكوين الفلاحي في جهة الشرق لأنه توا مهم. كاين مؤسسات عديدة، كاين مؤسستين في بركان، مؤسسة في وجدة، زريب والمعهد والليسي أغريكول يعني التنوية الفلاحية في بركان، وكاين معهد في وجدة ومعهد في تاوريرت وكاين معهد في ميدار، وإن شاء الله غادي يكونوا معاهد أخرى في المستقبل. دونك كاين استراتيجية وطنية ديال النهوض بهذا التعليم. نعم. التعليم الفلاحي ديال 2016-2020. هاد المعاهد الفلاحية بحال الأخت اللي اتصلت بنا من الفنادق، راه ممكن الجمعيات يديروا لهم تكوين ديال التدرج والفلاحة واللي بغات التكوين. بالتأكيد دونك الدولة في هاد الاستراتيجية غادي تحدث البنية التحتية. دونك كاين مشاريع مهمة تقريبا في سنة 2017 عندنا 10 مليون ديال الدرهم اللي غادي تكون مخصصة لهذا التكوين المهني. وكاين مسألة أخرى هي تعميم الكفاءات وتكوين بالكفاءات وإدخال سهل الإنسان جديدة. وكاين مشروع جديد اللي الدولة غادي تبدأ إن شاء الله في هذه السنة، هو مشروع ديال المستشارين الخاصين. نعم. اللي غادي تهوى يجيدوا باش يعاونوا في المواكبات ديال المخطط المغرب الأخضر أجل التأطير الفلاحة. نعم. النصيحة والاستشارة الفلاحية. فوالا. إذن شكرا سي رزق محمد، وكنذكر بأنك رئيس بقسم سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الجهوية لجهة الشرق. وشكر موصول للسي مسعودي كمال رئيس مصلحة التنسيق بالوكالة التنمية مع الوكالة التنمية الفلاحية بالمديرية الفلاحية لجهة الشرق. والشكر موصول لفريق العمل رجاء السهاب، واستقبال مكالمتكم كان شكير تازي، وإخراج سنور الدين بركة، وفي الصورة كان معايا سي حمزة خصال. هادشي كله إن شاء الله لابد ما غتلقاوه ياك سي حمزة في موقع مع الفلاح .tv اللي ممكن تعرفوا على الموضوع. حتى الإخوة اللي فاتوا من الحلقة راه ممكن يستمعوا الإعادة نهار السبت ان شاء الله تعالى صباحا. اذا كنتمنوا الفلاحه ديالنا ديال جهه الشرق بانه بهاد المشاريع الواعده يعني هناك تفاؤل، هناك امل ان شاء الله، خصوصا الفئه ديال الشباب القروي من خلال التكوين ديالهم. هو حلقه جد مهمه ضمن هذه المنظومه ديال مخطط المغرب الاخضر. ما نساوش كذلك المراه القرويه هي كتكون حاضره بقوه هذه الجهه، وهادشي كيبان لينا من خلال المنتوجات اللي ديال جهه الشرق، لا من خلال المعرض الملتقى الدولي بمكناس ديال الفلاحه، ولا من خلال التواجد ديال المنتوجات خلال المعرض ديال ابو ظبي مثلا ولا باريس. كنلقاو جميع المنتوجات المحليه موجوده. فالموفقين ان شاء الله تعالى في هاد المشاريع ان شاء الله، سواء ندير الدعم الاولى او الدعم الثانيه. وما بقى لي الا ان اودعكم اخواني اخواتي الفلاحات، دمتم اوفياء لبرنامجكم مع الفلاح، ونتمنى من الله نلقاكم في حلقه لاحقه ان شاء الله.
مع الفلاح. برنامج مباشر كيتناول قضايا الفلاحة والصيد البحري ومهني القطاع. خصنا ما نجهلوش بأن الأمراض الفطرية كتسببها واحد العدد ديال الفطريات. كثير البذور ماشي سهل لحقاش أنا كنسميه مكثرين البذور جنود الخفاء. مع الفلاح كيشارك فيه أطر مختصة من وزارة الفلاحة، الصيد البحري والفاعلين الميدانيين. بالنسبة لإنتاج الحبوب كما هو معروف فهي سلسلة من عدة حلقات. هذه العملية ديال السلوجة اللي كانت عرفت الانطلاقة ديالها الصعيد الوطني في تادلا وفي الغرب، ولأن راه وصلت المناطق الجبلية. المنتوجات ديالنا هي الأشجار المثمرة بصفة عامة. برنامج مع الفلاح كل خميس من 4 حتى 5:30 ديال العشية، مع الإعادة كل سبت ابتداء من 9 حتى 10:30 ديال الصباح. مع الفلاح على إذاعتكم مدينة اف ام. مدينة اف ام، إذاعة الفلاح بامتياز.